مهما كان المشوار طويل، فمهمة مؤسسة صناع الخير خدمة أهالينا في كل مكان. ففي حلايب وجلاتين نجحت المؤسسة في توصيل قافلة مبادرة عينيك في عينينا والمختصة بالكشف وعلاج أمراض العيون، وقدمت القافلة خدمة الكشف الطبي ل 2500 مواطن وإجراء 200 عملية جراحية وتوزيع 500 نظارة طبية مجانا، وأيضا 250 عملية جراحية مجانا. مؤسسة صناع الخير، طاقة نور لبكره.